بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم الجمعة وكما كل جمعة نديرو أكلة تقليدية. اليوم حبيت ندير أكلة معروفة في منطقتي ونسكن، هي المخلعة أو ما يعرف كسرة الشحمة، وحبيت نشارك معكم الفيديو هذا. أنا وجدت الحوايج ووجدت حتى العجين، رايحة كما نقولوا حنايا نبدأ معكم طريقة كما نقولوا إعداد هذا الأكلة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اصلا الدقيق اللي شريته انا الخطره هذه عجبني بزاف. انا عجنت الدقيق وخليته يريح من قبيله. دوكا واش رايحه ندير؟ هنخليه يريح. دوكا واش رايحه ندير؟ درت الشحمه، شريت يعني احنا الشحمه اللي نديروها في المخلعه هي الشحمه اللي اسمها الشحمه تاع الخروف اللي تجي في الكلاوي، اللي تجي في الكلوى. ريحتها هما احنا في المنطقه وين نسكن انايا يهرسوها في المهراس ويديروا معاها الدواوات. انا ما نديرش العفسه هذه تاع المهراس، واصلا ما عنديش المهراس. انا واش ندير؟ نحكم لاراب، رابيتها بالطريقه هذه تجي مليحه خير وخير. درت لها هذه الكميه تاع الثوم، ريحته درت كميه كبيره تاع الثوم، طاش هي تحب الثوم. واش رايحه ندير معاها؟ نديرو كميه تاع طماطم مصبره، ونديرو كمية تاع هريسة، وأنا ندير توابل، ندير غير الكمون. هذا مكان نخلط هذه المكونات. رايحة نزيد لها شوية طماطم مصبرة. هذا مكان. دوك واش رايحة ندير؟ دوك واش رايحه ندير؟ نحل العجينه، ندير لها الزيت. هما في المنطقه وين نسكن انايا يديروا قرصه ويديروا فوقها قرصه، انا ما نديرش هذيك تاع قرصه فوق قرصه، انا ندير الطريقه هذه.
بهذه الطريقه ندير الزيت بما تتضبليش. يعني الاكله هذه حاره بنينه تصلح في فصل الشتاء. انا نشتي نديرها على شكل مربع، هذه هي. هنايا هذه بعد ما طابت درت لها الهريسه من فوق، سخونه بزاف، هي اصلا تتكل سخونه ما تتكلش بارده. هذا هي المخلعه تاعنا، تجي فيها طبقات، تجي يعني الكل يحبوها في المنطقه وين نسكنوا حنايا، ويديروها بزاف. هذه هي نقول الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها نعمه دائمه واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمه دائمه واحفظها من الزوال، والحمد لله رب العالمين.